لا اذا بدي احكي على مسلسل كليك اللي انا اخذ فيه شخصيه مستر لينك. هو في موقع اسمه لينكدين. المهم انا ما بعرف هذا الموقع، احنا اغلبنا بيعرف الفيسبوك يعني. فهو شبيه بالفيسبوك هيك قالوا لي. حاولت اني فوت طلع يعني اعرف شو هو، ما قدرت. بس هو يعني انه شغله من هذا النوع، موقع من مواقع التواصل الاجتماعي. هلا انا يعني انت حضرتك قلت انه انا بطوله المسلسل. هلا انا الحقيقه الاعتماد هني على الشباب الظراف، والحقيقه هني كثير ظراف. نعم. اللي شفتهم وطريقه عملهم وشغلهم كذا كثير انبسطت فيهم يعني. في اما انا يعني هلا نحن مثل ما شايف ختيارنا يعني احنا بيجيبونا بركه للمسلسل. والله بركه. انتم البركه وانتم الاساس، دائما بتعلموا منكم شباب. والله بركه حجي. نحن بنتعلم منه يا حجي، خصوصا مع اللوك الجديد يعني. ايه فنحن بنتعلم من هالشباب الحلوين، وهن شو بيقدروا بياخذوا من خبرتنا، لانه نحن كمان سنين يعني صرنا بنشتغل بهذا المجال. هذا التعاون حلو. نعم. ايه هلا انا شاغل بسوريا شي 3 إلى 4 مسلسلات. واحد منهم مع الاستاذ عارف الطويل، مسلسل اسمه روزانا. نعم. ومسلسل ثاني اسمه زواج سفر، مو جواز سفر، زواج سفر. لعبانين على الكلمه يعني بالعنوان. اخراج الاستاذ شريف محسن. ومسلسل ثالث اخراج طارق سواح اسمه هو تراجيدي هداك. نعم. اسمه اولاد الشر. فهدول 3 مسلسلات. وعندي هلا بس اطلع كمان بدي اشتغل شيء له علاقه بهدول الكوميديا اللي بنشتغلهم، اللوحات الصغيره. وهذا المسلسل اللي اشتغلته هون كثير حلو. اضافه الى عندي مشروع انا عم فكر فيه وحكيت الفكره لاكثر من حدا حبوها. هو مشروع المستر اوكي. المستر اوكي تقريبا بهي الدقن بدي ساوي. طبعا هي الدقن انا وقت اشتغلت ارتبطت بمسلسل من هدول 4 مسلسلات اللي اطلق عليهم او 3، صار يعني اجوا بقلب بعضهم، فاضطريت اني ضل بنفس الدقن. ايوه. صار احنا بسموه عنا راكور، يعني انه خلص ما بقى فيك تحلقها. وضل من هدول 3 4 مسلسلات هالمشهدين او يومين تصوير عندي بالشام. فاضطريت اني ساوي هون كمان المستر لينك بهي الدقن. حلو. بس ايش الفكره من مستر اوكي؟ لانه يعني طول الوقت وانت عم تقول لنا اوكي، فايش الفكره من مستر اوكي؟ دائما بتلاقي انه الناس يعني وقت بيوافقوا على شيء او كذا بيقولوا اوكي. انا خطرت ببالي شخصيه واحد تقريبا يعني بعمري وبنفس الستايل الدقن، بحط طاقيه وبيلبس مانتو جلد ولفحه، فشكله هيك بيطلع شوي كاوبوي. شغل اوكي يعني. ما ادري شلون. وهو عنده زهايمر. والله كمان. اذا بطل اوكي. ما انا حافظ غير هالكلمه اوكي. فهن كل ما مثلا بيفاجئوا موقف او بينبسط من شيء كذا بقول اوكي. ايه فانا بدي اساويه مثل يعني كيف مستر بين. شيء بيشبه مستر بين بس على مستر اوكي. مستر اوكي اول شغله خطرت لي اني اعمله انه هو طلع من البيت، فاجوا اهل البيت، هو طالع عم يقرا جريده، فاجوا يعني هذا اتصلوا بالشرطه وكذا انه طلع من البيت، هذا شلون معه زهايمر ما بيعرف يرجع يعني، فبصيروا الشرطه يبحثوا عنه وبيعطوا لهم صورته على الواتساب، فبيشوفوا بس كيف هو بيكون ماشي مثلا عم يقرا الجريده بالشارع، بيقطع الشارع وهو عم يقرا الجريده، بيطلع على رصيف هيك بيوصل لعلوه وهو عم يقرا الجريدة على مستوى سيارة توزيع. عرفت سيارة توزيع بتجي مربعة. خلص وزع هداك وبده يمشي، فبتمشي السيارة باللحظة اللي هو بوصل فيها على سطح السيارة، بصير عم يقرا الجريدة وهو فوق السيارة. بيكون واحد ساوي قهوة مع كاسة مي على البرندة. على مستوى هو شوف، هو بياخذ كاس المي بيشربها وبحطها على برندة ثانية. يا عيني هذا زهايمر. زهايمر هو واضح كل شيء بحياته. اي لا مش اوكي. عم يقرا الجريدة فبنشوفه بده ينزل هو بقى من السيارة لأنه العالم والشرطة لاحقينه بده يشوف، فبينزل بغرفة هي غرفة من غرفة فندق. ارجع بفتح الجريدة بفوت من الباب تبع البرندة.
بقى اثنين يعني واحد ومرته نايمين فبيصرخوا وبيغطوا حالهم كذا بيقولوا اوكي عادي ولا فارقة معه الحياة. وبيكمل هو طريقه بيطلع من الفندق وعم يقرا الجريدة بيوصل لمحل مثل شو بسموه معمل. نعم هذول اللي بيعملوا فيه صناديق فاضي وكذا هذا واحد من الصناديق الفاضي بفوت فيه وعم يقرا الجريدة بترفعه الرافعة بتحطه بالكاميون ونشوف الكاميون عم يزت هدول الصناديق بمكان فلا فبوصل على الصحراء يعني عم يقرا الجريده لساته بالصحراء ولسه عم بقرا الجريده زهايمر هو زهايمر متقدم وعم بيقول كمان اوكي بيطلع له جمال بيقول له بلف هيك وبيروح بصير في بحر فبنشوفه كمل باتجاه البحر على شاطئ البحر وعم يقرا الجريده هيك لحتى يغيب بالمي وين راح الزلمه؟ ناخذ لقطه لجزيره فاضيه وصلوا لا بنشوفه طالع من جزيرة خالصة هاي الجريدة مهترية خالصة بأيام بس ذا إند آخر شيء النهاية بنشوفها كلوز يعني هاي ذا إند أوكي هو من عند نشوفه بزتة هيك بيقول إنه نهاها للجريدة أوكي هاي اللي خاطرة ببالي حبيت السيناريو أستاذ حلو يعني حلو كيف حلو. شوفي صاحب المهنة لما بشرح لك إياها حتى مع مع تصور ومع إخراج وكيف تصورت هلا عرفنا إيش قصة الأوكي بس جديدة جديدة فكرة جديدة لما أستاذ أندري يقول أوكي نكون فاهمين شو الأساس من الأوكي أوكي من مستر أوكي إن شاء الله